زي ما قلت لكم طبعا مستر موسيماني قرر انه يدي راحه للفرقه النهارده طبعا احنا بنلعب تقريبا وانا كنت يعني اتكلمت في النقطه دي قبل كده الاهلي الحقيقه بيعاني بشكل كبير جدا من فكره ضغط الماتشات واكثر فريق يمكن دفع ضريبه ضغط المباريات في الموسم ده هو نادي الاهلي بدليل عشان برضو كل شيء متسجل والدفاتر موجوده عندنا ان احنا لعبنا عدد مباريات اكتر من مباريات الدور الاول بالكامل في خلال فتره لا تتجاوز 55 يوم وده شيء ما حصلش يعني انا ما ما, ما درستش الكتب وما بصيتش في احصائيات وما تعبتش نفسي ان انا ابص على امثله او نماذج ممكن تكون اتكررت من النوع ده يعني في اي دوري في دوريات العالم لكن انا متاكد انه ده ما حصلش قبل كده في تاريخ كره القدم انه فريق يلعب نص موسم او اكتر من نص موسم في خلال فتره لا تتجاوز ال 55 يوم، لكن الاهلي عملها الحقيقه. الاهم من كده كمان انه آه، انت مش بس عانيت من ضغط ماتشات، لكن انت آه، كمان آه، عانيت من آه، غيابات كتير جدا في فترات انت كنت محتاج فيها السكواد بتاعك، يعني آه، طبعا احنا الماتش اللي جاي الحمد لله بنون هيرجع اطمن حضراتكم عليه، المسحه بتاعته كانت آه ايجابيه بشكل للفتره الاخيره، الحمد لله طمنا عليها في المسحه الاخيره وطلعت سلبيه وهيكون جاهز يعني هيدخل قايمه ماتش طلائع الجيش لكن يكون بقى لائق فنيا في في يعني مدى جاهزيته للمباراه من عدمه ده قرار مستر موسيمين لكن ان شاء الله باذن الله يخش في السكواد، سوليه غايب، شريف غايب، الاثنين مش هيلعبوا واحد من مكاسب ماتش امبي بالمناسبه بواليا الحقيقه اللي ابتدى يجي يعني مش بس في ماتش امبي في اكتر من مباراه يمكن من بدايه من بدايه من ماتش وادي دجله مستواه ابتدى يعني يبقى ثابت كل ما بيشارك بيسجل بيجيب اهداف متنوعه متالق جدا في ضربات الراس هدف مبكر جدا ريحنا واحد من الدروس المهمه جدا انه هدف واحد في الفتره اللي جايه كلها عندنا اربع ماتشات هدف واحد لا يكفي يعني عشان نعدي بقى من الفيلم ده يعني هدف واحد دايما لا يكفي هدفين نبتدي نتكلم ونبتدي نمتع الجمهور نبتدي نلعب كره حلوه لكن الماتشات اللي جايه لا تحتمل باي شكل من الاشكال هي كل ماتشاتنا كانت لا تحتمل الحقيقه لكن قدر الله ما شاء فعل زي ما بيقولوا والاهم من الاربع ماتشات الجايين يكون عندنا قدره على حسمهم والاخر ثانيه الاهلاويه بجد الاهلاويه اللي دارسين تاريخ النادي الاهلي وعارفين يعني ايه النادي الاهلي وعارفين قيمه اسم النادي الاهلي عارفين انه الدوري ده مش هيتحسم غير في الثانيه الاخيره من الجوله الاخيره من عمر الدوري نستنى ربنا يدينا ويدي حضراتكم طول العمر كده نستنى لاخر اسبوع من شهر 8 وباذن الله ان شاء الله نشوف الدوري رايح فين ماتش امبي الحقيقه طمنا لحد كبير يعني الى حد كبير الحقيقه طمنا على الفرقه انها قامت من المطب اللي خدته لكن ان شاء الله باذن الله اللي جاي يكون افضل طيب افكركم بسؤال حلقتنا بالمناسبه وبما ان احنا بنتكلم على ماتش امبي عايزين طبعا حضراتكم تدخلوا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك على تويتر على انستجرام وتختاروا لنا من وجهه نظركم مين كانوا افضل ثلاث لاعبين في مباراه الاهلي وامبي السيزون بيقرب المنافسه جديده جدا في مقدمه الجدول الاصوات بتاعت حضراتكم هتحسم لقب افضل لاعب في الموسم الحالي من وجهه نظر ومن راي جماهير النادي الاهلي بناء على خطوه خطوه ومباراه مباراه لعبها النادي الاهلي من بدايه الموسم ووصولا لغايه نهايته